الدولاب مرعي شمال. خش شمال. مساء الفل يا عمنا. مساء الفل يا برنس. فين حاجتك الحلوه يا عم مرعي يا حلو؟ موجود. بقول لك ايه؟ يا عم مرعي؟ انت مفيش مره تيجي كده لوحدك؟ يا عم مرعي دي خطيبتي يا عم مرعي. طب وماله؟ ما تاخد ده وتسيبها. عم مرعي بقول لك دي خطيبتي. بلاش. لا لا ها بقول لك يا عم مرعي. بلاش ايه بس؟ بس يعني دي اكتر بنت انا حبيتها يا عم مرعي وهتبقى مراتي يا عم مرعي. يا عم هاتها وبعد كده خد غيرها. بس وقف قبل ما يجري. قبل ما يجري اجري يلا. اقف انت وهو ولا اقف ولا اتحفظ على قلبي وراه. انا من ساعه اللي حصل وانا بشرح لراجيا اني ما كانش قصدي اخونها او احب واحده تانية عليها. انا كان كل غرضي ان انا اخلفه بس وخبيت عليها لاني بحبها ما كنتش عايز اجرحها. وهو في جرح اكتر من ان الست تتخان؟ انها تعيش عمرها كله مفشوشه في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه؟ فجاه تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل. حتى الهديه اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها. مش كده؟ ده مش جرح. أنا بس كل اللي قاهرني إن أنا مش بس عشت مخشوشة أنا كمان عشت غبية. لأني طول الوقت كنت بديك أعذار وقولي حرام. حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي اهدى شوية في شغلك. وأنت تقولي لا معلش معلش يا راجل دي مصالح ناس دي مسألة حياة أو موت. أتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانيه كده بمنتهى البساطه ولا كانك عملت حاجه. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شاريني. لو كان شاريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده أنا اللي قلت لك روح اتجوز بعد آخر عملية تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجل. لا مش عشان بيحبني. عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجة. اهدي يا بنتي بس. الراجل بيقول شوف طلباتها إيه وهو مستعد ينفذها. تمام. وأنا ما عنديش غير طلب واحد. وأنا تحت أمرك في اللي أنت عايزاه كله. اللي بتحبه بتنام جنبه؟ فجأة تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل. حتى الهديه اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها. مش كده؟ ده مش جرح. انا بس كل اللي قاهرني ان انا مش بس عشت مخشوشه انا كمان عشت غبيه. لاني طول الوقت كنت بديك اعذار وقولي حرام. حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي اهدى شويه في شغلك. وانت تقول لي لا معلش معلش يا راجل دي مصالح ناس دي مساله حياه او موت. اتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانيه كده بمنتهى البساطه ولا كانك عملت حاجه. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شاريني. لو كان شاريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عمليه تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجل. لا مش عشان بيحبني. عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجة. اهدي يا بنتي بس. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام. وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امرك في اللي انت عايزاه كله. اتطلق.
العيال دي حافظه الجبل يا احمد. اقف يلا. تمام يا فندم. بقولك يا علي. أمرني يا فندم. ركز لي في وش الواد ده كده كويس. هو ده يا فندم. هو ده اللي هرب من قوات وقاوم الكمين. ما حصلش. ما حصلش يا باشا، أقسم بالله العلي العظيم. ما أنا يا فندم حضرتك أكيد مشبه عليا. أنت متأكد إن أنت وطلعك من وسط مليار واحد؟ علي. أمرني يا فندم. البيت دي اللي كانت معاه ساعة الواقعة ولا مش هي؟ ركز. مش فاكر يا فندم. أنا ما كنتش مع حد، أنا أول مرة أشوفه النهاردة. آه يا زبالة يا واطية. لا هي يا باشا اللي كانت معايا، وبالأمارة اسمها هند وساكنة في المعادي. اهدى يالا، وطي صوتك وأنت بتتكلم قدامي. ألو. أيوة يا فندم. حاضر يا فندم. ثواني أبقى قدام ساعتك. اتفضل. اتفضل. ما اسمعش حس حد فيك لحد ما ارجع. مش انت؟ ها ده انا هنفخك. اتفضلوا. اتفضل. 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 الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ايه يا حبيبي؟ اتاخرت ليه قوي كده؟ معلش حبيبتي، قبل ما لفيت على زمايلي واديت له كل واحد امانته. وكله تمام؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك رحت للناس كلها وكله تمام يعني؟ اه رحت لهم كلهم. طيب انت شكلك كده جعان. خمس دقايق هحط لك العشاء. استني بس. ايه ده؟ انت عامله عشاء ولا ايه؟ لا انا كنت جبته كده من مطعم هنا قريب مننا، بس الاكل هيعجبك قوي. خمس دقايق هحضر لك العشاء. مطعم؟ انا قلت كده برضه. انت هتعملي عشاء؟ انت جننتي؟ انت متصوره ان انا ممكن اوافق انك تسافري مع اصحابك لوحدك؟ وما توافقيش ليه يا ماما؟ هو في ايه؟ هو انا بقيت عيله صغيره؟ على فكره دلوقتي انا عندي 21 سنه، يعني قانونيا في القانون انا مستقله، يعني اقدر اعمل كل اللي انا عايزاه، امضي شيكات، اسحب فلوس من البنك، اتعامل مع بنوك، اعمل اللي انا عايزاه. طب ايه رايك بقى لو عملتي قرده بزديري؟ مش هتسافري يعني مش هتسافري؟ انت تطلعي بره البيت، انا قلبي بيقع في رجليا. يا ماما حرام عليك يا ماما، هو انت حد قال لك ان انا رايحه صيف بقى مع صحابي وانزل الميه واتفسح وكده؟ انا رايحه سفريه شغل، رايحه اوسع الابلاين بتاعي، رايحه مكان تاني جديد غير القاهره ممكن افتح ماركت فيه كده. بقول لك ايه، ما انا اساسا مش فاهمه انت بتعملي ايه يا حبيبتي، وماليش دعوه بكل الكلام ده، احنا الحمد لله مستورين ومش محتاجين فلوس. فلوس؟ هي الفلوس اللي معانا دي يا ماما اصلا انت مسميها فلوس؟ الحمد لله، نبوس ايدينا وش وظهر، عندنا مبلغ كويس في البنك يعيشنا مستورين، وابوكي قبل ما يموت جايب لك شقه في زهراء المعادي 300 متر، ده غير عربيتك اللي كل اصحابك يتمنوا انها تكون عندهم. لا يا ماما مش دي الفلوس اللي انا بتكلم عنها، انا بتكلم عن الفلوس اللي بجد يا ماما، الملايين، الملايين الكتير قوي دي. يا سلام، وانت بقى الانترنت بتاعك ده هو اللي هيخليكي اوبرا وينفري وهيبقى عندك الملايين. اه طبعا، وما يخلينيش كده ليه؟ عارفه انت بتقولي كده ليه يا ماما؟ عشان انت مش فاهمه يعني ايه انترنت انفستمنت. دي حاجه انليميتد، يعني ملهاش حدود يا ماما، وبكره العالم كله هيعيش في عصر اسمه عصر الفيرتشوال رياليتي يا ماما. بتنتي ما تدخلينيش في متاهات انا ماليش دعوه بيها. سفر مفيش سفر، وبعدين انت كل حاجه بتعمليها في البيت، ايه اللي جد يعني؟
الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. هو ايه الحكايه بالظبط؟ الاثنين قافلين تليفوناتهم من امبارح ليه؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين بقى هعمل ايه في الاستاف اللي معايا دي لو خلصت؟ الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول. تكلمي مين؟ ايه نهي خضتني؟ قولي خضك قوي كده عشان سايباك نايم جوه في الاوضه، ابص الاقيك ورايا. الظاهر انك خدت على قعده لوحدك. الظاهر كده. تمام. ايه بقى؟ كنت بتكلمي مين؟ دي هند صاحبتي. هند صاحبتي. وهند صاحبتك دي تكلميها اول ما تصحي من النوم كده، ايه الاهميه يعني؟ ولا حاجه، البنت كانت بس قافله تليفونها من امبارح فكنت عايزه بس اطمن عليها. طيب اعدل الفطار عشان ننزل. نازل رايح فين؟ البنك. طيب يلا عشان نفطر بقى. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. خير يا حسام؟ الحقيقة يا باشا هو مش خير أبدا. آه عرفت أنت جاي ليه؟ هو إزاي سعادتك النيابة تخلي سبيلهم بالسرعة دي؟ في إيه؟ ما هو أنت ما قدمتش في القضية أي إحراز يا سيادة المقدم. يا باشا أنا قابض على العيال وهي بتقضي مخدرات من التجار، وقابض على العيال معاهم البودرة بتاعتهم. حلو، التجار بقى اللي أنت قبضت عليهم دول كان معاهم مخدرات؟ أمال العيال كانوا بيشتروا من مين سعادة الله؟ رد على سؤالي يا حسام. التجار كان معاهم مخدرات؟ يا فندم ما هم الطبيعي جدا ومن المنطق واحنا بنعمل مداهمه وبنضرب عليهم نار عشان نقبض عليهم هيرموا البودره في اي حته في الجبل. خلاص يعني قضيه من غير احراز، تجار من غير مخدرات، قضيه في شنك. يا دوبك العيال اللي هم اتقبض عليهم وهم بيشتروا دول يتعمل لهم قضيه تعاطي. بصراحه يا فندم انا مش قادر اقتنع باللي بيحصل ده، في حاجه غلط. قصدك ايه؟ اقصد ان منطقه السحر والجمال خط احمر، في حد حاميهم يا باشا. اه بص يا حسام، هات القضية متظبطة ومتقفلة صح وهوري لك هعمل فيهم ايه. على فكرة انا ما عنديش خطوط حمراء، القانون بيمشي على رقبة الكل حتى لو كانوا مين. صباح الخير يا ماما. صباح النور. هو انت خارجة ولا ايه؟ اه طبعا رايحة المستشفى، بعد كده هعدي على ايدها. ايوه بس دي ظروف تخرجي فيها؟ ومالها الظروف بس يا ماما؟ وبعدين هما العيانين ذنبهم ايه بالظروف اللي انا فيها؟ يعني واحد عنده بروتوكول علاج هقول له معلش مش هقدر اعالجك عشان جوزي اتجوز عليا وانا مش في المود؟ ايوه بس انت كده بتتعبي روحك قوي. ما تخافيش عليا يا ماما، بنتك قوية. وبعدين بيني وبينك بقى انا مش شايفه ان انتوا تعطلوا نفسكم خالص انت وهدى وتفضلوا قاعدين معايا هنا. انا كويسه، ارجعوا اسكندريه وانا لو احتجت حاجه هجيلكم. انا كمان محتاجه اغير جو. اهو كلام، ما بناخدش منك غير كلام، لا بتيجي ولا بنشوفك. ليه بس كده يا ماما؟ ما انا خلاص بقيت سنجل، لا بقى ليا جوز ولا لوز. ايه رايك بقى تاني يا راجيه؟ انت لسه مصره على اللي في دماغك؟ انا مش مصدقه يا ماما ان انت لسه بتتكلمي في الموضوع ده لغايه دلوقتي. رائف صباح الخير. صباح الخير يا ركي. أخبارك إيه وإزاي يا أنكل؟ الحمد لله أحسن، بس مش عارف أقول لك إيه والله يا ركي. أنا تايه.
بعدين قلت للدكاترة هناك في المستشفى يجيبوا لي كل الأشعة وكل الحاجات اللي عملها عشان أديها لعم جورج يبعتها لماركو في أمريكا أو يشوفوا لنا أي حلول جديدة. أيوة صح، دي فكرة كويسة قوي، بس المهم البوليس لغاية دلوقتي معرفش مين اللي عمل كده. لا للأسف معرفش. المهم طمنيني عليك، أنت عاملة إيه؟ أنا تمام يا رائد، أديني عايشة. معلش لو فيها تطفل مني، يعني سمعت إن في بينك وبين حسن مشاكل، خير؟ آه فعلا. خير يعني إيه؟ خير، كل اللي يعمله ربنا خير يا رائد. يعني لو عايزة أي حاجة أنا في ظهرك على طول واقف جنبك. أنا متأكدة. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. باي باي يا أوسكار. باي باي. باي. جرين، ها؟ جرين، سامع انت وساكت؟ صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. روان البحيري صحفية. ايوه، وانا حمدي معاها حضرتك. يعني ايه حمدي معاها؟ لا مش اسمي حمدي معاها، انا اسمي حمدي السيد، انا معاها بقى. ايه عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه؟ لو ايه؟ لو بس تسمح لي. انت متخيل ان انتوا هتعملوا حوار دلوقتي؟ الله، انتوا جرام معانا في الشارع يعني؟ فالساعة 9 الصبح نعمل حوار يعني؟ لا امال ايه يعني؟ باشمهندس نتفاهم. طيب مفيش نتفاهم يعني، اظن في خصوصية يعني، صح ولا ايه؟ مش كده؟ ها؟ ما حضرتك اسفين. مالك ومال الكلب في ايه؟ لا انا ما ليش حاجة. طب اتفضل اتفضل. ماشي يا باشمهندس. اتفضلوا. ماشي. مريان، مريان، تعال يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ ايه كل ده؟ في شوية حاجات بسيطة كده للبيت، اصل فوت على البنك وجبت فلوس. انا ما اعرفش انا صرفت كام اساسا. امسكي بقيت الفلوس في الظرف، شيلها لي جوه. تعالي يا حبيبتي عشان اوريك الحاجات اللي انا جبتها. حاضر يا حبيبي، جاي لك حلو. ريم، انتي رايحه فين؟ رايحه اقعد مع اصحابي شويه. في حاجه؟ لا مفيش حاجه، انا بسالك رايحه فين. خارجه رايحه اقعد مع صحابي في كافيه عشان مخنوقين وعايزين نفك عن نفسنا شويه. الموضوع ده مضايقك؟ لا يا حبيبتي مش متضايقه ولا حاجه، اخرجي زي ما انت عايزه، بس من فضلك اول ما توصلي الكافيه تعملي فيديو كول على طول. اعملك فيديو كول؟ لا بصي يا ماما، انت كده افورتي جامد جدا جدا، ويعني كده كتير، كفايه الخنقه اللي انت معيشاني فيها دي يا ماما. انت ناقص تحطي لي كاميرات تصنت واجهزه تصنت في كل حته. على فكره اصحابي هاريني تريقه ليل نهار بسبب اللي انت بتعمليه ده. حبيبتي اصحابك دول اهاليهم مش عايزينهم، دول صيع. انا بقى ما حلتيش غيرك يا ماما. حرام عليكي بقى، حرام عليكي يا ماما، الخنقه اللي انت مخليني فيها دي انا اتخنقت. ان شاء الله لما تتخطبي وتتجوزي واسلمك كده شخص سليم لجوزك تبقي تعملي ساعتها اللي انت عايزاه. يا نهار اسود يا نهار اسود، هو انا هفضل في الوكسه السوداء اللي انا فيها دي لحد ما اتجوز ولا اتخطب؟ وكسه؟ ده ايه التربيه الهباب دي؟ طب ايه رايك بقى انك مش خارجه؟ والله ممكن تخرجي بس في حاله واحده. ايه بقى؟ هو بس عشان انت تعبتي وحطيتي مكياج واخده ميعاد من اصحابك تقولي لي انا اسفه. اقول لك انا اسفه؟ ايوه. هو ده الموضوع يعني؟ ايوه. طيب انا اسفه. اوكي. ممكن امشي؟ اتفضلي. شكرا. ما تتاخريش. ها سناء، لسه فاضل حالات بره؟ فاضل حاله واحده بس، ياسين عبد الرازق.
بس شكله مش كويس. يا دي النيلة خليه يدخل. حاضر. في ايه؟ مالك يا ياسين؟ انا مش عارف يا دكتورة، انا جسمي كله مكسر ومنمل. طب 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 اقعد اقعد، هو انت عملت في نفسك ايه تاني؟ يا لهوي السلامة. الله يسلمك، أنا متشكر جدا يا دكتور. أنت عارف أنت كنت هتعمل إيه في نفسك؟ كنت هتموت نفسك غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك، في حاجة اسمها إرادة. الحمد لله المرة دي عدت على خير، بس ما تهيقليش المرة الجاية ممكن تعدي. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تتحجز في المصحة، ومش باختيارك على فكرة، ده بالأمر. إلا بقى إذا كنت أنت بايع نفسك، ده موضوع تاني. عايز تعيش ولا عايز تتكل على الله؟ أعيش طبعا. خلاص يبقى تسمع كده. قدمت نفسي ألف مرة لما لقيت الفلوس ناقصة وأنا بوصل على أخو صاحبي، قلت أكيد هو اللي غلطان. ما مش معقول، مش معقول مريان بنت عز الدين بينا تيم المليونير المعروف هي اللي تسرق. تسرق مين؟ جوزها؟ نير انت خلاصي خالص، خلاصي. ايه؟ هتكدب عليا تاني؟ انا من ساعة ما رجعت وانت بتكدب عليا في كل حاجة. انا من يوم ما جيت وانا شايف واحدة تانية، مش مراتي اللي مستنياني، مراتي حبيبتي. انت مين؟ انت مريان حبيبتي ولا مسخ منها؟ انت مين؟ انت مين؟ على فكرة انت كده زودتها قوي. خلاصي خالص ولا كلمة. ايه؟ فاكرة انك هتضحك عليا تاني؟ فاكرة انك هتكبري عشان تبقى بنت المليونير المعروف واللي الفلوس بتجري تحت رجليكي اللي مش ممكن تسرق؟ انا بس اللي واجعني، ده اللي وجعني، أنا مش عارف أنا قصرت معاكي في إيه؟ قصرت معاكي في إيه؟ سنين غربة، سنة ورا سنة، وربنا وحده اللي يعلم، ربنا وحده اللي يعلم الواحد كان بيقضي الليل هناك إزاي؟ أنا كنت بحرم نفسي من كل حاجة عشان تعيش هنا ملكة، ملكة! مش عايز احرمك من حاجه عشان ما تحسيش بالحرمان.
لما عصيت ابوك واتجوزت يعني. انا مش عارف اتجوزتيني ليه؟ عشان تسرقيني؟ اتجوزتيني ليه؟ ردي عليا عشان تسرقيني؟ ردي.